شكون اللي يدير؟ ما كاينش اللي يدير ولا لا لا. في قصة أبكت وصدمت في نفس الوقت كل الجزائريين، حيث ضجت شبكات التواصل الاجتماعي ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بالحديث عن شاب من ولاية الجلفة اختفى منذ ما يقارب 30 عاماً، وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره. وبحسب ما أوردت صفحات ولاية الجلفة، فإن الشاب ابن عمران عمر الذي عثر عليه ليلة أمس في حفرة تحت الأرض مغطاة بالتبن في منزل جاره الواقع ببلدية الكديد، تم خطفه عام 96، وكان حينها يبلغ من العمر 16 عاماً. وأضاف ابن خالة الضحية في منشور آخر أرفقه بصورة عمر في العام الذي اختطف فيه أن الكلب الظاهر معه في الصورة وجد ميتاً مسموماً أو مشنوقاً، لأنه كان لا يتوقف عن النباح أمام باب الجار حيث احتجز صاحبه. وتداول نشطاء مقطعاً صادماً للحظة العثور على الضحية في حفرة تشبه القبر مغطاة بالتبن، قيل إنه احتجز فيها لسنوات عديدة منذ اختفائه في التسعينيات، لافتين إلى أنه وجد في حالة صدمة ولم يتمكن من الكلام. وأعرب الكثيرون عن تأسفهم بعد حديث مقربون من الشاب عن وفاة والدته حزناً عليه في العام 2007. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو.